من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن من عطاء ربك وما كان عطاء ربك و
وما كان عطاء ربك محظورا. أكبر درجات درجات في درجات كتير قوي في درجات كتير قوي والله ما هيعتبك في الختام أبو الشحات رجت لك والله رجيت لك لا رأيت الله كيف قبلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات
وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أحدهما كلهما قولا كريما وكلهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا
من هيفتح عليك يا عمنا؟ تعالوا نزيد يا فندم. تعالى نورني. الله حاضر نورني. انا هخليك ليا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا Yeah.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا Oh, my God.
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. إنها ليالي العظماء وليالي الكبار ليالي الأعلام، أعلام دولة التلاوة وأعلام دولة الأدب والواجب والأخلاق العالية. سعدنا بعلم مصر والعالم الإسلامي. كبار قراء مصر فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر. هو اللي حصل ليلة التكريم والتأبين للوالد الكريم سيادة اللواء ابراهيم محجوب رحمة الله عليه. مين اللي لعب في الجهاز؟ مين اللي لعب فيه يعني؟ هو احنا عيال صغيرة؟ ما انا عايز اعرف. ثواني يا باشا، ماشي لما نطلع عشان راجل بس. لما احنا مش عمالين عينيكوا ما تجيبوناش المياتم. مش هشتغل بكركون طبل وسجف. محمد انا ابني مش شايف الشارع. هات يا شيخ. يا عم التسييد. بنيتنا التسييد. دولي. بنيتنا التسييد. السلام عليكم. سيدي. لا سيد انا اسف لكل الخطباء والعلماء، تنبيه من صاحب العزاء انا اسف. مسك الختام العلم القرآني قارئ